هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل القهوة الدالجونة. طيب هو تكنيك عندي ايه؟ عندي بن سكر وشوكولاتة بودرة وعندي تلج ومية سخنة ولبن. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عندي هنا مضرب البيض الكهرباء ده ممكن نستعمله. في الاختراع ده بقى بيتباع في كل حتة لو عارفينه، اللي هو برضو بيبقى زي المضرب كده بس مانيول. طيب جيب اي كده مجة او اي حاجة، والفكرة كلها ان انا كمية القهوة تبقى قد كمية السكر قد كمية المي. خلاص هنزل بالقهوة، هنزل بالسكر، هنزل كمان معاهم الشوكولاتة، واخيرا عايز انزل بالمي. بس كده ايه، حط دول نشوف لو احتاجنا تاني. واحنا هنا بنضرب لحد ما انا عايز قوام شبه الويب كريم او شبه كريمة الخفق. نقعد بقى نزود القهوة، نزود المية لحد ما تتظبط كده. هي لو معمولة برضو متعايرة صح هتطلع مظبوطة. حلو قوي. بصوا عايزكم ايه تشوفوا القوام بتاعها بقى عامل ازاي، هو ده اللي انا بقوله لكم. بصوا أو. طيب كده ما فاضلش حاجه عندي، بس نجيب الكاسات بتاعتي نوزع عليها مكعبات التلج. ومن هنا هنزل باللبن. اهو واقدر بقى بالمج ده نفسه. بصوا بقى هنزل اهو. نفس الحكاية هنا. نبقى كده عملنا مع بعض القهوة الدالجونة أو الدالجونة كوفي.